السلام عليكم، طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين المحترمين أينما كنتم، كل عام وأنتم بألف خير. على ضفاف الإبداع نلتقي بكم مجددا، نتسامر على ضوء القمر مع مبدعين من عالمنا العربي الذي يعج بالأحداث والآلام. في هذه الحلقة نستضيف منشدا من سوريا يغرد بصوته معبرا عن الأمل في الحرية والتغيير، وصادحا بالكلمات الجميلة حتى تتحول ترانيم على ألسنة الناس. أما ضيفنا الآخر من فلسطين المحتلة فيعبر بريشته عما يجول ليس في خاطره فحسب، بل ما يدور عند شعبه من أحداث وآلام وطموحات بالتحرير. فهل يمكن للصوت العذب والريشة المبدعة المقاتلة أن تصمد في مواجهة قبح الاحتلال والظلم؟ وهل لها أن تنتصر على ذلك؟ رافقونا كي نتعرف على إجابة هذه الأسئلة مع ضيفينا الكريمين، الفنان السوري المنشد المبدع الأستاذ عمار صرصر، والفنان الفلسطيني الرسام المبدع نضال محمود لقان. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. أهلا بكم يا سيدي. نبدأ بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من على ضوء القمر. نرحب بكم ونرحب بضيفينا الكريمين الأستاذ عمار صرصر والأستاذ نضال لقان معنا في الأستوديو. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا أستاذ بكم. عمار أستاذ نضال مرحبا بك أيضا. أهلا وسهلا. سيكون لنا حديث معك إن شاء الله خلال الحلقة، وبينما نتحدث مع الأستاذ عمار ستتفضل مشكورا برسم هذه اللوحة الجميلة. أبدأ معك أستاذ عمار. على أي حال نحن نتكلم عن مواهب تحولت في محطات معينة من حياتكم إلى لغة للتعبير عما يجول عندكم من آمال وطموحات كأفراد، أو عما يحدث لدى الشعوب العربية والإسلامية أو بلدانكم على وجه التحديد. أنت من سوريا وعايشت كل محطات الألم والتضحية التي جرت في السنوات الماضية، الأستاذ نضال من فلسطين وكذلك هي أرض محتلة وشعب محتل، ومعظم بلادنا العربية للأسف هي منكوبة وفيها من المشكلات ما فيها. كيف يعيش الفنان بموهبته وإبداعه في ظلال هذه الظروف المأساوية الصعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة اللطيفة، وكل عام وأنتم وجميع المشاهدين بألف خير. أنتم بخير. الفنان هو بالنهاية من الناس، يعني هو ابن بيئته وابن عصره وابن ظروفه، هذا أمر مهم جدا. يعني كل فنان ساهمت بيئته التي عاش فيها ونشأ فيها في تشكيل شخصيته ووعيه وربما قضيته. والفنان عادة وخاصة الفنان الملتزم يكون صاحب قضية، وهذه القضية تنشأ كما ذكرنا من الظروف التي نشأ وعاش فيها. نحن كشعوب عشنا في هذا الزمن، وكتب لنا أن نعيش في زمن ربما يعني استثنائي في تاريخ البشر، مليء بالأحداث، مليء بالأمور التي حتى ربما ذكرت في علامات اليوم الآخر، يعني من مثل احتلال فلسطين ومثل ظهور النفط ومثل كثير من التكنولوجيا. هذه الظروف التي نعيشها بشكل استثنائي كهذا الجيل لا شك أنها أثرت بشكل كبير في وعينا وفي تفكيرنا وفي أهدافنا. فالفنان عادة يكون لديه طريقة مختلفة عن طريقة الإنسان العادي في التعبير عن مشاعره، وكل حسب تخصصه. نحن كفنانين يعني متخصصين في الغناء أو الإنشاد أو التعبير بالصوت عن ما نشعر، أو ربما بالموسيقى، لابد أن نغني ما نشعر به وما نريد أن نوصله للناس. الرسالة التي يحملها كل واحد منا يصوغها على شكل كلماته وألحانه وصوته. فبكل تأكيد نحن عشنا في ظروف صعبة، يعني بداية بالمأساة الفلسطينية التي نشأنا منذ صغرنا عليها وعلى آلامها وعلى الانتفاضة وأخبارها، ومن ثم ما عشناه من مآسي في بلدنا الثاني العراق وفي سوريا وكل بلدان العربية. وأيضا في يعني عامل مهم جدا في تكوين الفن الذي نقدمه الموجة الهائلة من الفساد التي تنتشر الآن في أوساط الشباب وتسيطر على الناس، يعني وصول وسائل التواصل الاجتماعي إلى يد كل طفل صغير وكل كبير. نعم. وبالتالي أصبح كل شيء متاحا على مصراعيه بلا أي قيود. فالمسؤولية علينا كبيرة جدا أن نقدم ما يغني الناس عن الفن الهابط. نعم. أن نقدم بديلا ناضجا جميلا يعطي المعنى الجيد وفي نفس الوقت يغني ويثري ويشبع الذائقة الفنية للمستمع. نعم. ذلك يعني يتطلب في الحقيقة أن تصل إلى الناس، يعني هذا الفن أنت تعرف طغيان الفن غير الملتزم. صحيح. أو الفن غير الهادف،
وطاغي جدا، يعني يجده يعني يتعثر به الإنسان وهو يمشي. صحيح. مع الأسف الشديد. بينما هذا الفن ذو الكلمات الهادفة المحترمة والألحان الجميلة والأصوات الندية قلما نجده أو نصل إليه بسهولة. صحيح. كيف تقيم هذه المسألة؟ هل بدأتم بالشعور في ضوء التكنولوجيا الحالية أن هناك إمكانية للوصول للناس؟ بكل تأكيد، يعني أنا لو قارنت البداية التي بدأناها، يعني أنا أعتبر نفسي بدأت في المجال الفني في عام 2005-2006 في هذا الوقت، يعني في ذلك الوقت كانت الأدوات أصعب بكثير من الآن، يعني لم يكن هناك هذا الانتشار لوسائل التواصل وللأجهزة الحديثة. اليوم كل واحد فينا لديه جوال يصل من خلاله إلى كل الناس، يكفي أن تفتح الكاميرا وتسجل وتنشر وكل الناس ستشاهدك. فالأدوات اختلفت بشكل كبير، فرصة الفنان الناشئ الآن أكبر من فرصتنا عندما كنا في بداية مشوارنا الفني، وأيضا أكبر من فرصة أساتذتنا في هذا المجال. المنشدون الكبار كانوا يعني الأدوات التي بين أيديهم كانت بسيطة جدا. نعم. فاليوم الساحة مفتوحة للجميع. صحيح أن هناك طغيانا للمادة وللفن الهابط وللسخافة وللتفاهة، ولكن بالمقابل أصبح لدينا أدوات نستطيع من خلالها بسهولة أن نصل إلى الناس. نعم. ولكن هذا يحتاج إلى وعي وفهم للأدوات الموجودة بين يدينا الآن. يعني مشكلة أن تكون كفنان لا تعرف كيف تستعمل اليوتيوب والتيك توك والإنستغرام وهذه الوسائل لتصل إلى الناس، ولو عرفت كيف تستعملها فأنا أضمن أنك ستوصل رسالتك. المهم أن تحافظ أنت نفسك على مبادئك، لأنه للأسف حتى بعض الشباب اللي نشأوا نشأة ملتزمة بدأوا ينحرفون إلى حد ما وتأخذهم هذه الموجة. فالموضوع بحاجة إلى يعني التزام بالخط الذي نشأنا عليه والرسالة التي نريد أن نوصلها. نعم. أستاذ نضال، نستوقفك قليلا إن سمحت لنا نتحدث. أولا أهلا بك مرة أخرى، نعطيك فرصة للحديث. أنت تحب أن تتكلم أو تتحدث بالريشة، لكن المشاهدين حق في أن يتعرفوا عليك أكثر. من فلسطين المحتلة عندما نتكلم عن فنان يرسم لوحات بالريشة أمام فواهة الدبابة وأزيز الطائرات والقنابل والقذائف التي دمرت المنازل وقتلت آلاف مؤلفة من الناس خلال على الأقل العشر سنوات الماضية، ماذا نستطيع أن نقول؟ هل يمكن هذه الريشة تصمد في مواجهة كل هذا العدوان وهذه الحروب؟ طبعا الريشة عبارة عن بندقية الفنان الرسام، كما هناك بندقية للمقاوم فهناك بندقية للرسام هي الريشة. وهنا الريشة تعبر عن رسالة، وأنا أتكلم أن كل رسام صاحب قضية يعبر بالرسالة عن البلد أو الأحداث التي يعيش بها، ينقل صورة البلد على لوحة أو على جدار أو على ورقة، المهم أن يصل أن الفكرة تصل إلى الناس. نعم. ماذا يمكن أن توصل هذه اللوحة؟ يعني اللوحة التي يرسمها الفنان، ما الرسالة التي تتضمنها؟ هل الناس الآن كما تلاحظ وتتابع تفهم هذه اللغة، يعني تتأثر بهذه الرسومات بمعنى آخر؟ نعم. أنا أتحدث أن الفن هو لغة العالم ولغة الجميع، فهو عبارة عن لغة يفهمها الجميع، جميع الجنسيات بجميع اللغات، لا تحتاج إلى ترجمة. نعم. لا تحتاج إلى ترجمة، ولكن مجرد أن يقف الشخص أمام هذه اللوحة فإنه يعني يتعرف إلى هذه التفاصيل ويعرف يتعرف إلى مكونات اللوحة، فيعرف الرسالة التي يعني يحتاج أن يوصل بها الرسالة الفنان بدون أي يعني تصنع. وأنت تعمد دائما إلى رسم القضايا أو الأحداث المهمة عند الشعب الفلسطيني والمشكلات التي تجري معه. بالضبط. لوحاتنا عبارة عن مرآة للنكبات والنكسات التي عاشها الشعب الفلسطيني، فهي مرآة للعالم الخارجي. نعم. لما نعيش به في قطاع غزة وخارج قطاع غزة. نعم. جميل. أستاذ عمار، هذا الصوت يعني نريد أن نستمع في الحقيقة، نتوقف قليلا ونستمع إلى يعني أنشودة تختارها لنا من الأناشيد التي تحب أن تترنم بها ويحبها الناس. تفضل. بسم الله. من الأناشيد التي يعني أحبتها الناس كثيرا وانتشرت بفضل الله عز وجل هي أنشودة حلم مبرور. نعم. وهي تعبر عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصنا على اقتفاء آثاره في حياتنا كلها. بسم الله. في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور
يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هل لا تقبلني وأكون فدا دربك هل لا تقبلني صلى الله وزاد ثناه عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله خجل من نفسي هل أحظى بوصال أتقرب بكلام لا بالأعمال أنظر من حولي من سلكوا قبلي أبكي من شوقي ولبعد طال يا نسب الحب فيك سارت سفني وشراع القرب ينشر لي أمني من طين وسوى من ذنب ونوى أرحل لك مني فالبعد كوى يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هل لا تقبلني وأكون فدا دربك هل لا تقبلني صلى الله وزاد ثنا عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله الله 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 لا فض فوق أحسنت الله يسلمك يا رب أداء جميل واختيار جميل جدا الله نسأل الله عز وجل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام آمين. في جنان آمين. النعيم وإياكم في الحقيقة هناك سؤال مقلق كثيرا لكل من لديهم مواهب في عالمنا العربي والإسلامي تحديدا الكثير من المواهب طبعا تطمس بفعل يعني اليوميات وعدم الاهتمام صحيح. بها والجمع بين الموهبة والمهنة أيضا مسألة خطيرة جدا وصعبة صحيح. يعني بعض الناس بل كثير من الناس الموهوبين تطغى عليهم المهن ويكون هامش الإبداع في الموهبة هامش ضئيل يعني صحيح. وهكذا نجد موهوبين لا شك ومبدعين في عالمنا العربي والإسلامي لكن لو أتيحت الفرصة أكثر وأكبر لكثير من الموهوبين لرأينا أعداد أكبر ونسبة أعلى من ذلك كيف تنظر إلى هذه المسألة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام من الزملاء والمبدعين الذين تعرفهم الذين يحاولون أن يعني يجاهدوا ويقاتلوا من أجل المعيشة والحياة وبينما لديهم موهبة يجب أيضا أن يعطوها حقها من الإبداع والوقت وما إلى ذلك سؤال مهم جدا وأنا يعني على الصعيد الشخصي ربما ذكرت لك يعني نعم. قبل الهوى أنا لا أعمل أساسا في مجال الفن وإنما الفن بالنسبة لي هو رسالة وهو يعني ليس مصدر دخلي الأساسي أنا في الأساس مهندس برمجيات لذلك أنا أتحدث عن تجربة امتهان الفن هو يعني حظ في بعض الناس يكون لها حظ من ذلك في الرزق وفي الانتشار وفي بعض الناس لا يكون لها هذا الحظ ليس الموضوع بالضرورة مرتبطاً بشكل كامل بالفرص بعض يعني الناس تتاح لها نفس الفرص ولكن سبحان الله ربما الكاريزما ربما الظهور يعني حتى الحظوظ أحياناً تلعب دور فالمشكلة عندما يعتمد الفنان على فنه بشكل كامل في معيشته ربما لا يكون هذا كافياً ليعيش عيشة كريمة
لأن الفن الملتزم عموما لا يحظى بنفس الدعم الذي يحظى به عادة الفن غير الملتزم. هذه الحقيقة عادة يطول الزمن بالفنان حتى يستوعبها، فيعني يعيش دائما يعني متذمرا الفنان الملتزم بأنه لا توجد فرص ولا يهتم بنا أحد، لا تتوقع أن يهتم بك أحد إذا لم تهتم أنت بنفسك. فأنا أنصح جميع الموهوبين والفنانين بداية أن لا يهملوا الجانب الأكاديمي والمهني من حياتهم، لأنه وخاصة في هذا الزمان، يعني أنا مثلا كشخص كنت في سوريا أستاذ في الجامعة ولدي شركة في برمجيات وغيرها، اضطررت إلى الخروج من بلدي فعدت من الصفر. فاليوم نحن نعيش في ظروف نضطر فيها للتنقل كثيرا، نضطر للسفر، فإذا ما كان عندك مهنة تعتمد عليها أحيانا الفن لا يكون كافيا بالكامل. نعم. فاهتم، رسالتي إلى كل الفنانين الشباب، اهتم بمهنتك ودراستك الأكاديمية ولا تهمل موهبتك وفنك. واليوم الفرص كما ذكرنا قبل قليل أصبحت أسهل بكثير، أنت اليوم يكفي أن تعرف كيف تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح حتى توجه رسالتك للناس وتسمع صوتك وتري الناس فنك إن كان رسما أو حتى شعرا. يعني من الأمور الجميلة جدا اليوم بدأنا نرى أصدقائنا الشعراء يتصدرون منصات التواصل الاجتماعي بأشعارهم، عادة الشاعر يعني لا يكون له نفس شهرة الفنان، وهذا أمر جيد. إذن اليوم الفرص متاحة للجميع، ولكن على كل إنسان أن يجتهد. ونصيحتي لا تتنازل، يعني لا تجعل شهرتك أو محبتك للشهرة تجعلك تتنازل عن مبادئك وتقدم ما تظن أن الناس ترغب باستماع له أو مشاهدته. بعض الناس تتوهم أنه هذه التفاهة هي مطلب المشاهدين، أبدا ليس صحيحا. أنت عندما تتجه في خط ملتزم ومحترم هناك الكثير ممن يتلقف هذا الفن وينتظره ويتابعه بشغف، والأعداد لا تقل أبدا عن أعداد الناس التي تريد التفاهة. فلذلك أنا أنصح كل فنان أن يلتزم وأن لا يتنازل، وإن شاء الله عز وجل الرزق على الله والتوفيق من الله. نعم. وما حدا بيأخذ رزق حدا كما يقول. بلا شك بلا شك. لدي سؤال، يعني هذا كله لأن ربما لأنه لا يوجد مؤسسة ومؤسسات تهتم بكل بالمواهب تأكيد والمبدعين. سنأتي إلى هذه النقطة، لكن بعد أن أذهب مرة أخرى للفنان نضال، مرة أخرى نستوقفك قليلا ونسأل كيف يستطيع سيد نضال الفنان أو الرسام أن يعكس مشاعره على اللوحة؟ يعني عندما نقف أمام لوحة نتأثر بها إذا كانت محزنة، أو نبتهج بها إذا كان فيها مشهد عزة وفخار مثل إنسان يقاوم أو كذا، كيف تستطيعون أن تعيدوا رسم الأحداث والقضايا التي نمر بها وتعكسون مشاعركم على اللوحة بالألوان وبرسم مختلف جديد ونتأثر بذلك؟ ماذا تفعلون؟ كيف تستخدمون هذه الريشة؟ طبعا هنا بيجي أسلوب اللون أيضا غير أسلوب الفكرة. أسلوب الفكرة بنرسم عن الحدث اللي احنا بنفكر فيه أو اللي احنا عشناه أو بننضيفه على اللوحة، ولكن اللون له أيضا ميزة خاصة فيه. يعني لو أنا أضفت للوحة، لو كانت عن اللوحة عن الفرح وضفت إلها لون الأحمر في حدث معين أو في منطقة معينة، أصبحت هناك روح للشهيد. نعم. في هذه الصورة، أو وضعت خط أسود على على طرف اللوحة، أصبحت هناك شخص مفقود في الأسرة. إذن هنا اللون غير الفكرة بيلعب دور. نعم. إذا أنت الفكرة توائمها مع الألوان. نعم. بحيث تصبح لها تأثير على المتلقي الذي يشاهدها. صحيح بالضبط. نعم. هذا شيء جميل. تفضل استكمل اللوحة. أستاذ، كنا نتحدث عن قضية إنه الفنان يكون مؤسسة يعني تهتم به أكثر. وحتى كلام الأستاذ نضال أنا تذكرت شيئا وهو يشرح، يعني اللوحة الأساسية كانت في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 عندما عقد الصهاينة مؤتمرهم الأول، كانت اللوحة الرئيسية للمؤتمر الصهيوني هي عبارة عن لوحة شبيهة بهذا، بوستر شبيه بهذا، لكنه يعني عبارة عن شخص أجنبي بلباس أجنبي ينثر البذور في عموم الأرض الفلسطينية الجرداء، وهناك شخص بدوي يجلس في خيمة في وسط هذه الصحراء الجرداء، يعني كأنهم جاءوا ليعمروا هذه الأرض ويزرعوها وكذا، مع أنها كانت مزروعة وكانت تصدر الخيرات. انظر إلى قيمة الفن بالمناسبة، كيف صوروا للناس وأوهموا. طبعا كتبوا تحت هذه اللوحة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ثم لما حتى الآن الشعب الفلسطيني منذ 100 سنة يثبت لهم أن هذه الكلمة أو هذه العبارة التي خطوها كانت كاذبة يعني، ويكذبهم في ذلك. مسألة وجود مؤسسات تهتم بالموهوبين أولا ثم بالمبدعين، يعني
يعني أنا حتى من يعني كبار المنشدين والمبدعين الذين نعرفهم ونلتقيهم هنا في إسطنبول نلاحظ أنه يحتاج إلى من يهتم به في الحقيقة ومن يقدمه إلى الجمهور. المسألة لا تتعلق بكونه أصبح مشهورا عند الناس وكذا، لكن كل فترة يحتاج أن يقدم إلى الناس وأن يأخذ موقعه الحقيقي من هذه الضوضاء الحاصلة. يعني صحيح. قبل قليل يعني وجهنا كلامنا للفنان، الآن نوجه كلامنا إلى يعني من بيده القوة الإعلامية والمالية وغيره. بكل تأكيد نحن بحاجة إلى مؤسسة الفن، لأنه عندما يكون هناك عمل مؤسساتي وعندما تكون هناك رؤية واسعة هذا يساعد على توجيه الفنان، يساعد على استثمار مواهب الناس. يعني أنا عمار مثلا نجحت في اللون الروحاني، نجحت في مخاطبة الشباب بكلمات الهداية والمحبة والتوبة إلى الله عز وجل ومحبة رسول الله. في فنانين آخرين نجحوا أكثر في اللون الجهادي، في آخرين نجحوا في الفن الحماسي. عندما نعمل كمجموعة من الفنانين لنا هدف موحد توزع علينا الأدوار بشكل ما، بكل تأكيد سيكون النتاج أفضل بكثير مما ننتجه الآن. فلذلك هي دعوة إلى كل من لديه قوة إعلامية أن يخصص شيئا من ماله، من فنه، من قناته كما تفعلون الآن مشكورين، أن يخصص للفن الملتزم. هذا أمر جدا مهم، ولكن كما ذكرت قبل قليل علينا أن لا ننتظر ونتأمل، يعني أن نعطل أنفسنا حتى يحدث هذا الأمر، لأنه يعني الكل مشغول بمشاغله للأسف. فلذلك يعني ترى الآن أن الكثير من الشباب الفنانين يعملون بشكل منفرد على أمل أن يعني تنجح بعض هذه المبادرات. ومن المبادرات الجميلة التي يعني أنشئت منذ زمن وأعيد إحياؤها هي الرابطة العالمية للفنون، والتي يرأسها الفنان الأستاذ أبو راتب مشكورا. ولكن حتى الأستاذ أبو راتب يحتاج إلى دعم حتى يستطيع أن يعني ينجز هذا التأثير الذي يهدف له والذي يحلم به. فالمشكلة دائما تكون في موضوع الدعم المادي وغيره. يعني نسأل الله عز وجل أن يأخذ الفن دوره الحقيقي، لأنه مثل ما ذكرت الفن من أهم الأسباب التي تروج للأفكار. ويعني جميعنا مرتبطون بكثير من الأعمال الفنية التي صدرت تزامنا مع الانتفاضة الفلسطينية مثلا. يعني لا يمكن أن تتذكر محمد الدرة بدون ما تتذكر مثلا الكثير من الأناشيد التي كنا نغنيها في تلك الأيام. فالأنشودة مهمة جدا، والفن عموما مهم جدا لترسيخ الأفكار عند الناس بلا شك. طبعا اليوم نحن نعيش أيضا في ظلال أيام مباركة وأيام العيد. نعم. يعني نبتهج كما يحق لنا إن شاء الله تعالى بهذه المناسبة ونستمع إلى ما تحب أن تسمعنا إياه. بسم الله. في العيد الماضي عيد الفطر طرحنا عملا إنشاديا جميلا بعنوان كن أنت العيد، أنشده وإياكم. جميل. جاء يحمل بشرى ويزف عطاء الله أجرا، عيد عاد فعد فيه عود محب وعمل شكرا. كن أنت العيد كن المعنى، كن أنت الفرح إذا تاه، كن لحن الكون إذا غنى أنشودة حب وحياة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم قالوا لن يأتي العيد والحال من السوء يزيد، ونسوا أن الله إذا أعطى أدهش كل مريد. لو أنك تأخذه قرارا تفتح للأمل الأسوارا، ترضى قدرا فالله يرى، سيبث بروعك أسرارا. هل فكرت بكونك عيد للغير وللخير بريد؟ لو تسعد قلبا بعطاء تدرك أن العيد سعيد. افرح إن كان الله محا ذنبا لك والصدر شرحا،
افرح بقبول هو ذا المأمول، هو أضحك هو أبكى فرحا، جاء يحمل بشرى ويزف عطاء الله أجرا، عيد عاد فعد فيه عود محب وعمل شكرا. أحسنت، جميل جميل جدا. هذه الكلمات الجميلة المؤثرة تدفعني للسؤال عن يعني اختيار أو قبول المنشد أن يختار أو ينشد كلمات معينة. بعض المنشدين يحسنون في اختيار الكلمات، وبعضهم أصواتهم جميلة لكن كلمات تكون ضعيفة أو ليست مؤثرة. صحيح. يعني هذه مسألة أعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من التركيز من المنشدين. بكل تأكيد، عناصر نجاح العمل الفني متعددة. يعني ليس فقط صوت المنشد، صوت المنشد هو أحد هذه العناصر. الكلمة المتميزة، اللحن الجميل، التوزيع الجيد، روح المنشد أثناء الأداء، ويعني فهمه للكلمات وعيشه لهذه الكلمات، كل هذه عوامل مهمة جدا. ولكن يعني للأسف في هذا الزمن نزلت مرتبة الكلمة عند الناس قليلا، ولكن هي الأساس. يعني لو عدنا إلى الأعمال الإنشادية القديمة التي تربينا عليها ونشأنا عليها لأساتذتنا الكبار، لرأينا أن الكلمة هي محور الإنشود. أحيانا كانت الكلمات بلاغات عسكرية، بعض الأغاني وبعضها كانت يعني ثورية وحماسية تجيش الناس وتقودهم في المسيرة. حتى في الجانب يعني الروحاني، يعني عندما تغني لشاعر محمد إقبال ولا محمد سليم عبد القادر رحمه الله، هذه الأسماء الكبيرة الآن، يعني نحن بحاجة دائما إلى كلمات جميلة. أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الفريق الذي نعمل مع بعض، وأنا يعني حقيقة محظوظ بالفريق الذي أعمل معه، نهتم بالكلمات بشكل كبير جدا. يعني ولا أخفيك سرا، يعني تأتيني ربما مثلا 10 قصائد أقبل منها 2 فقط بهذه النسبة تقريبا، بسبب حرصي الشديد على انتقاء الكلمة الجميلة من ناحية البليغة، وأيضا المغنى بعض القصائد تكون جميلة جدا وبليغة وشعرها جزيل ولكن ليست مناسبة للغناء. فالموضوع حقيقة متعب ومرهق حتى نصل إلى كلمات مناسبة، وهذا من توفيق الله عز وجل أن تنتشر الكلمات وتحب الناس الكلمات. وأعلق على نقطة صغيرة جدا، بعض الناس كانوا يقولون لي كلمات أناشيدك صعبة وفصيحة جدا وكذا، فيعني يعني أراقب الموضوع ويعني أصمت كما يقولون. أتفاجأ أنه الكثير من الناس ترسل لي مقاطع لأطفال صغار بعمر 3 سنوات وأربع سنوات يغنون هذه الأغاني. جميل. وهذا دليل على أن ليست الكلمات هي الصعبة، ولكن نحن لا نريد أن نسمع إلى هذه الكلمات. ولو ربينا أطفالنا بالضبط، لو ربينا أطفالنا على هذا وارتقينا بالذائقة الفنية لنا سنتقبلها ونحبها ونطلبها أيضا. أنت تأخذني مباشرة للحديث عن الرسالة. يعني الفنان لا شك أن هذه الموهبة يعني العظيمة لم تخلق عند الإنسان أو لم تمنح للإنسان أو من أجل أن فقط يترنم بها هكذا، إنما لابد أن تكون هناك رسالة، وهذه الرسالة والغاية تكون أولاً رضا الله عز وجل، ثم لخدمة كل القضايا التي يعيش الإنسان من أجلها مكافحاً. صحيح. ذكرت إقبال قبل قليل، وهذه الأسماء الكبيرة عاشوا من أجل قضايا. وكانت بعض القضايا بالنسبة لهم كانوا يحلمون أن يعني تتحقق يوما، وقد تحققت. كيف يعيش الإنسان المبدع الموهوب الفنان قضية ما ويحتمل كل المخاطر في سبيلها في هذا الزمن؟ حتى تضع يدك على الجرح. والله الإنسان الحر بكل تأكيد سيدفع ثمن حريته وثمن يعني عيشه قضايا شعبه وقضاياه التي يناضل من أجلها. وهذا بالنهاية يعني نحن خلقنا في هذه الدنيا في اختبار. الله عز وجل سيحاسبنا يوم القيامة على ما فعلنا وليس على النتائج. يعني هل سيسأل الله عز وجل فلانا أو فلانا هل حررت فلسطين على يدك أم لا؟ لا، سيسألك هل ساهمت في تحريرها، هل ساهمت في حرية بلادك، في عزة شعبك، في رفع الظلم عن الناس، في هداية الناس إلى الله عز وجل. فالفنان يعني أكرمه الله عز وجل بهذه الموهبة، وفي نفس الوقت سيسأله عنها مثل أي عطاء من الله عز وجل. نعم. لذلك يعني واجبنا أن نحرص على أن نستخدم هذه الموهبة التي كانت إكراما من الله عز وجل فيما يرضي الله. وكما ذكرت يعني كل إنسان له تميز في جانب معين. البعض يجد أن الله فتح عليه في جانب مثلا تعليم القرآن الكريم، يتوجه إلى ذلك ولا حرج. البعض في الجانب الحماسي، في الجانب الدعوي، في الجانب، المهم أن يكون عملك فيه مرضاء إلى الله عز وجل وفيه خدمة لقضايا شعبك وقضايا أمتك.
والمجال يعني مفتوح بشكل كبير، ولا أرى أصلا من الصحيح أن نوجه المبدع افعل كذا أو لا تفعل كذا. المهم أن تكون البوصلة صحيحة، وهو يرى ما يبدع به وما يحبه، وعلى بركة الله. نعم، هذا جميل. سيد نضال، أنت ترسم الآن لوحتك كي نراها في نهاية الحلقة إن شاء الله. لكن أحيانا اللوحات طبعا تستغرق وقتا زمنا في الرسم، سواء في تكون الفكرة أو كذا. يعني سمعنا عن لوحات استغرقت أوقاتا طويلة من أصحابها. بصفة عامة، كم يعني يستغرق منك أو تستغرق منك اللوحة في رسمها؟ طبعا من الجهد والوقت، حسب جاهزية الفكرة. هل وحسب وضوح الفكرة عند الفنان. مثلا لو احنا تكلمنا عن الفنان الفكرة جاهزة، ممكن يخلص اللوحة بساعة أو ساعتين، ولكن الساعة وساعتين هاي بتكون متقطعة على فترات. يعني بصير يستوقف اللوحة ويطلع من بعيد، هل لازم أضيف شيء جديد، هل لازم أغير هاي العنصر هاي. وبعدين الفنان في الصراع وهو برسم باللوحة، إنه شو اللي أقدر أميزه باللوحة أكتر شيء، وشو اللي يكون مركز السيادة في هذه اللوحة. وهنا بستوقفه العناصر اللوحة اللي بتكون زي ما تكلم عنها صاحبنا وصديقنا أستاذ عمار، إنه العناصر البناء الفني هي بتتكلم حق الأولوية في هذا البناء لمين يكون في اللوحة، أي صراع الفكرة. صراع الفكرة، والتعبير يتم عنه بالريشة وبالألوان يعني. بالضبط، نعم. يعني هل تقصد بصراع الفكرة مثلا كيف يتم التركيز على عنصر ما من عناصر اللوحة دون آخر؟ يعني أنت بدك تعكس مثلا فكرة ما في اللوحة، يعني هل 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 يعني يطغى من حيث الحجم مثلا الشخص الذي يقذف الحجارة على الاحتلال؟ نعم، نعم. بالضبط، الحجم بيلعب دوره. ايضا اللون المميز الفاقع بيلعب دوره. ايضا وسيطية يعني توسطه باللوحة، العين يعني مركز السيادة، اكثر عنصر بشدك باللوحة هو مركز السيادة. الوسط، وسط. نعم. اللوحة. نعم، وسيطة اللوحة. نعم، أشكرك على هذه الإجابات. أنا سأحاول يوما ما أن أبدأ بمرحلة الرسم إن شاء الله. إن شاء الله. لكن نحتاج دورة منك أنا الأستاذ عمار. جازين إن شاء الله. تسلم، شكرا لك. نعود مرة أخرى أستاذ عمار لنستمع إلى، يعني أنت لك أناشيد جميلة في الحقيقة، يعني ما لنا مولى سوى الله، يعني هذه من أجمل ما يستمع إليه في الحقيقة، أو كما تحب، يعني تسمعنا ما تحب. ما لنا مولى سوى الله، طبعا هي أنشودة تراثية قديمة. نعم. ولكن يعني عندما كنت أشاهد مسلسل السلطان عبد الحميد الذي عرض على شاشات القنوات التركية، لفتني جدا يعني موسيقى اللي هي تسمى عثمان باشا مارش، فهي كانت موسيقى تستعمل ضمن المسلسل في سياق معين، وعندما تظهر أحد الشخصيات العسكرية في المسلسل. فبحثت عن أصل هذا اللحن، طبعا هو ذكرني مباشرة بهذه الأنشودة، هو نفس اللحن. عندما بحثت عن أصل هذا اللحن وجدت أنه لحن عثماني قديم، يعني ربما من عام 1900 ميلادي. واكتشفت أن هذه الأنشودة التراثية التي نغنيها عادة نحن في البلاد العربية يعود أصل لحنها إلى الموسيقى العثمانية. وأعجبني جدا أسلوب التوزيع التركي لهذه الأنشودة، فيعني عملنا في شركة استوديونا ريكوردز الصديق عمرو عقاد على إعادة توزيعها بنفس الروح التركية، وأنشدنا الكلمات التي نعرفها، وبفضل الله عز وجل لاقت انتشارا كبيرا جدا. يعني اكثر عمل انتشر لي على الاطلاق من بدايه مسيرتي الفنيه هو هذا العمل. ما شاء الله، فالحمد لله. يعني هذا التوفيق لله عز وجل. مبارك. بسم الله. نعم. حبيت بس اذكر قصتها. جميل جميل. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. زحزح الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي، نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا. الله الله
الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كنت في الباب وحيدا حاش ترميني طريدا كنت في الباب وحيدا حاش ترميني طريدا من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا جميل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. آمين يا رب. إلى أي مدى تعتقد أن الناس، كنا نتحدث عن علاقة المبدع بالمتلقي، في حاجة إلى هذا اللون، وإن ظهر العكس في المقابل. يعني صح أنه نحن في زمن الضوضاء كما أقول دائما، والتكنولوجيا والصخب العالي وكذا، لكن الإنسان يحب هذا الصوت الحنون الخافت الذي يذكر بالله عز وجل ويقوي إيمانه ويساعده على مواجهة يعني الظروف القاسية الصعبة. بكل تأكيد الناس بحاجة شديدة لهذه الأناشيد الجميلة والكلمات التي تتغنى بمحبة الله ورسول الله. ويعني لا يغر أحد أنه في طغيان للمادية وللتفاهة وللأسف للعري وغيره. الناس بحاجة إلى الله، يعني الروح تتوق إلى خالقها. نعم. سبحان الله، والنهاية الأرقام تصدق ما نقول. يعني عندما تنشر هذه المقاطع لكبار المنشدين، نعم، والمادحين، ونرى أنها تحقق ملايين المشاهدات، الحمد لله، فهذا دليل على أن فطرة الناس لا تزال سليمة، وأن الناس تحتاج إلى هذا اللون وتحب أن تسمعه. أذكر لك يعني، ولذلك أنا أحب أن أقول دائما أن هذا هو الفن الأصيل وليس البديل. بكل تأكيد. لا أحب كلمة البديل. يعني البديل عن ماذا؟ هو هذا الأصل في الإنسان، أن يستمع إلى هذه الكلمات الطيبة والألحان الجميلة، وليس أن يتقافز كشيطان يعني. صحيح. نعم. صدقت. يعني مثال على هذا الموضوع، عندما ظهرت شبكة التيك توك التي خربت، نعم، عقول الناس، طبعا معظم المنشدين والدعاة رفضوا الدخول إليها لأنه كانت فعلا هي مخصصة للتفاهة للأسف الشديد. مع الوقت بدأنا يعني ندرك أنه شريحة كبيرة جدا من الأطفال والناشئين أساسا لا يدخلون إلا إلى هذه الشبكة. يعني أنت الآن لو شاهدت إحصائيات قنوات اليوتيوب الخاصة بالمنشدين، أتكلم عن قناتي على سبيل المثال، تلاحظ أنه الجمهور يبدأ من عمر 18 فما فوق، تحت قليل جدا جدا جدا. نعم. هذا الجمهور اللي هو عمر صغير متواجد للأسف على التيك توك. فبدأنا بالدخول إلى التيك توك مضطرين، وعلى يعني خجل يعني واستحياء كما يقال، يعني تشعر أنك لست في، نعم، مكانك الذي ترتاح له. ومع ذلك بعض المقاطع التي فيها نشيد وفيها مديح لرسول الله وفيها ذكر لله عز وجل أو أذان أو كذا، حصدت أرقام مرعبة من المشاهدات على التيك توك. يعني أتكلم من متابعة يومية. فهذا دليل على أنه حتى في بؤرة الفساد اللي هو هذا التطبيق، هناك الكثير ممن يحب أن يستمع إلى كلمة الله عز وجل وإلى الأناشيد بمختلف أنواعها. فيعني لا نيأس من روح الله، ونحن في النهاية مأمورون بالبلاغ، ولسنا مأمورين كما ذكرت بالنتيجة. يعني الله يحاسبنا على العمل وليس على النتيجة. فأنت أدي ما عليك، أوصل رسالتك، تغنى بمحبة الله ورسول الله وقضايا الأمة، وإن شاء الله الله يتقبل وينشر هذا الشيء بين العباد بإذن إن شاء الله. الله. أبقى معك يعني إذا كان هناك مقطع آخر عن العيد أو مقطع هكذا. والله أنا تستحضرني الآن أنشودة ودي لي سلامي يا رايح للحرم، كوننا نعيش في أيام الحج. هذا من أجمل ما يستمع إليه. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بزيارة بيتي الحرم في أقرب وقت. بسم الله. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم.
انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي يا ساعي بهمي من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهمي من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة وهذا الصوت الجميل. نضال، مرة أخرى نعود إليك. لا شك أن هذه الموهبة ظهرت من وقت مبكر، يعني وكانت أسبق ربما من مرحلة الجامعة. حدثنا عن أهمية أنه نهتم بهذه المواهب لدى أبنائنا وصغارنا بشكل عام، وأنت تقوم بهذا الدور باحتراف، أنا أهنئك على ذلك من خلال وجودك في إحدى المدارس التي تهتم، طبعاً المدارس الخاصة العربية هنا في إسطنبول، وتهتم بالأطفال وخرجت مجموعة من المواهب، لكن نريد أن تحدثنا أكثر عن هذه النقطة تحديداً. الحمد لله بلشت هوايتي والموهبة رغم أني أنا ما كنت أعرف أني أنا فنان. نعم، بلشت من المعلم، وأنا أفتخر بكل معلم يبني شخصية الطالب في الصف وخارج الصف. أنه الإنسان والمعلم يكون قدوة الطالب هذا شيء يعني كبير وفخر للطالب. فأنا بلشت موهبتي من اهتمام المعلم فيها وقياس قدراتي، وأيضاً الاهتمام في الموهبة اللي بلشت تظهر علي ويكبرها فيها. هنا أنا نقلت صورة المعلم اللي أنا اعتبرته قدوة إلي، نقلت الصورة لطلابي في المدرسة اليوم اللي أنا بدرسهم. نعم، فأصبحت أدرس الفن بطريقة يعني بمستوى الطفل، بمستوى الطفل اللي أقدر ألامس أنامل وقلب الطفل. فأصبح لدي يعني إذا كان يعني بالصف عندي 20 طالب فعندي 20 فنان في الصف. جميل. فالحمد لله هي كانت أكبر نعمة من رب العالمين إنه أكون من يلامس هذه القلوب. جميل جداً، نتمنى لك التوفيق. بقي وقت قليل معنا. نعم، إذا ممكن تكمل اللوحة تكرما ونشاهدها في آخر مرحلة. يعني هذه رسالة تطمئن في الحقيقة، وعلى فكرة الدور الذي يقوم به الإنسان الموهوب، يعني حتى بعض المدرسين، كثير من المدرسين طبعا لديهم موهبة وربما لم تسنح لهم الفرصة أن يعني يعبروا عنها، لكنهم نقلوا ذلك. وهناك فرق بين المدرس الذي يهتم بالمواهب والمدرس الذي لا يهتم، ولعل لديك قصة شبيهة ربما مع مدرس أو مع الذي اكتشف هذه الموهبة. وهكذا نجد من الواجب علينا في الحقيقة أن يكون لدينا هذا الدور في نقل التجربة ونقل الإبداع ونقل الموهبة حتى، لأنه كما قلنا في البداية كثير من المواهب تطمس بفعل عدم وجود اهتمام حقيقي بها. هل ثم التعليق على هذا الموضوع؟ بكل تأكيد. يعني أنا ذكرني حبيبنا عندما كنت في مرحلة المرحلة الابتدائية، حتى ربما قبل ذلك، يعني منذ كنت صغيرا كان واضح أنه في بوادر موهبة صوتية عندي. فأذكر أن اهتمام المعلمات في المدرسة كان له أثر كبير في تنمية هذا الأمر. كنت أعطى الفرصة أن أنشد مثلا على الإذاعة. أذكر مثلا في الصف الرابع أو الخامس في المرحلة الابتدائية أعطي لي الميكروفون وكان موصولا على إذاعة المدرسة كلها، وكانت أيام عيد
فبدأت أقول التكبيرات على الإذاعة. هذا ترك أثرا كبيرا عندي بأنه لدي شيء يمكن أن أقدمه. طبعا الحمد لله تيسرت لي ظروف أخرى، ولكن هذه الأمور كان لها أثر كبير. من الأمور التي أعمل عليها الآن بفضل الله عز وجل، أنت تعلم يعني كل من لديه موهبة صوتية يجب أن يتعلم ولو شيئا بسيطا عن علم المقامات الصوتية والمقامات الموسيقية حتى يستطيع أن يؤدي بشكل صحيح. فأنا وجدت أن من واجبي أن أقدم للمنشدين الشباب هذا العلم بشكل مبسط، فبدأت مؤخرا بطرح حلقات على قناتي على اليوتيوب تعلم المقامات الموسيقية بأبسط الأشكال، يعني يستطيع أي شخص أن يتدرب بهذا الذي أقدمه ويفهم الأساس النظري والعملي لهذه المقامات. فموضوع التدريس موضوع مهم جدا، موضوع أن تنقل ما عندك للآخرين أيضا موضوع جدا مهم. نعم، أشكرك على هذا الموضوع، أنه كمان يعني الناس تحتاج إلى أدوات، يعني الأدوات يعني تقول للإنسان أنت مبدع ولكن أعطيني بعض الأدوات حتى أشتغل بها، يعني صحيح. كما يفعل الأستاذ نضال الآن الذي نتمنى أن ينتهي من اللوحة لأننا سنرى ماذا رسم لنا، ولكن بين هذا وذاك يمكن أن نستمع إلى أنشودة يعني قد تكون قبل الأخيرة وتكون قصيرة لو سمحت حتى نعود مرة أخرى إلى هنا. بسم الله. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجد بولائي ما لي سوى أعتى بجودك موئل فلئن طردت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا يخيب رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجد بولائي. اللهم آمين. إذا السيد نضال يضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة التي طبعا يتحفنا بها والتي قام برسمها أثناء يعني حديثنا في هذه الحلقة. يعني لنا فرصة ربما والله أنا ألهمتني هذه اللوحة الجميلة أن أنشدها لفلسطين، فهل معي وقت؟ طبعا طبعا بسم الله. يعني هو يضع اللمسة الأخيرة حتى لم يبقى وقت معنا. أنا للأحباب أغني أغنية الأمجاد للأحباب أغني أبطالا أفذاذ من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آنى أن تنهزم جيوش التتري من هناك أتيت إليكم
أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد، أشواقا تزداد. الله عليك، الله اختيار موفق في الحقيقة. إذن اللمسة الأخيرة استضاعها الأستاذ نضال حتى نختم إن شاء الله بهذه اللوحة الجميلة، يعني كما يظهر فيها طفل وفيها قبة الصخرة المشرفة التي يحاول الاحتلال بالمناسبة الآن أن يقسمها مكانيا، يعني هم بدهم قبة الصخرة وما حولها والمسجد القبلي للفلسطينيين وتنتهي القصة يعني بهذه الطريقة كما يريدون في معظم قضايانا العربية، أنه يعني بعد كل هذه المشكلات يقول لك الحل سهل أن ترضى الشعوب وتسكت على هذا الظلم. لكن أخيرا أريد منك يعني في دقيقة واحدة أن توجه رسالة إلى كل الناس الذين لديهم حرص على هذا الفن، وإلى الناس الذين يتطلعون دائما للاستماع إلى مزيد من هذه الرسائل الجميلة في أقل من دقيقة لو سمحت. هذا الفن يحتاج إلى الدعم بقدر ما هو يعني لديه رسالة للناس يقدمها. الناس يجب أن تساعدنا على الانتشار. بعض الناس تشاهد ربما الأعمال الفنية وتعجب بها وتبخل بلايك أو مشاركة. أنا آسف لاستخدام هذه المصطلحات، ولكن هذه لغة العصر، لغة اليوم بالضبط. نعم. وهذه المصطلحات التي يجب أن يعني تساعدونا بها لننتشر ونستمر حتى نقدم لكم ما يسعدكم، لأنه هذا كما تعلم يعني يحتاج إلى تكاليف وإلى جهد وإلى وقت وإلى تعب ومجايب همه كما يقال ماديا. فعلى الأقل ساعدونا لنقدم لكم ما تحبون، تفاعلوا معنا، تفاعلوا مع ما نقدمه، وإن شاء الله عز وجل يعني أنا متفائل بأن الفن الملتزم الآن يعيش نهضة جديدة بسبب هذه الوسائل التي أصبحت متاحة. فإن شاء الله عز وجل يعني سنستمر وسيسمع الناس ما يحبون. جميل. وإن شاء الله يكتب لنا جميعا التوفيق. أشكرك في الحقيقة على هذا التفاؤل والنفس الطيب، متمنيا دوام التوفيق إن شاء الله والسداد لك أستاذ عمار صرصر المنشد والفنان السوري، وإن شاء الله النصر والحرية لسوريا. نشوف اللوحة بعد النهاية أستاذ نضال لو سمحت، نرى هذه اللوحة الجميلة. بسم الله. شكرا لك، جميل جميل جدا هذا الإبداع. يا سلام. إذن كما نلاحظ هذا الطفل العراقي يرسل بطائرة ورقية بالعلم العراقي على قبة الصخرة. ألف شكر على هذه اللمسات الجميلة، وإن شاء الله الذي لا يصل بجسده يصل بقلبه إلى هذا البلد وكل بلادنا العربية تتحرر. شكرا أستاذ نضال لقان على هذا الإبداع، شكرا سيد عمار مرة أخرى، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة. يا من كنتم معنا في هذه الأيام الجميلة المباركة، كل عام وأنتم بألف ألف خير مرة أخرى، وشكرا لكم على طيب المتابعة. شاكرا زملائي الكرام من فريق العمل على هذا الإبداع، نلتقي بكم في لوحة فنية أخرى بحول الله وعلى ضوء قمر جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.